السلام عليكم. اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل رعبا بعد سماع صوت مدوي ومخيف رعب كل المواطنين في عدة ولايات شرقية. تابع الفيديو للأخير. تداولت عدة صفحات ناشطة على الفيسبوك بالإضافة إلى منشورات مفادها أن المواطنين في عدة ولايات شرقية سمعوا صوت مخيف ومدوي وكأنه انفجار. وقال شهود عيان أن الصوت سمع في كل من ولاية خنشلة وبتنة وأم البواقي بالإضافة إلى ولاية تبسة. وقال ناشط في التعليقات أن الأصوات الصادرة لا تدعو للقلق، وربما تكون بسبب اختراق طائرات لجدار الصوت، وهو أمر شائع ويحدث في العديد من المناطق. فيما قال آخرون أن الصوت الصادر ربما يكون بسبب نشاطات عسكرية في هذه المناطق، فلا داعي للخوف والذعر.